بسم الله الرحمن الرحيم. شوف أنه كل المفاوضات متاحة بين الأطراف السياسية، وخاصة إذا توافق الجانب الكردي الكردي وتوافق الجانب الشيعي الشيعي ستكون مفاوضات سهلة جدا. وأما قرار المحكمة الاتحادية بما يخص النفط والغاز فهو قرار سابق قديم أيضا، هو كان موجود لكن كانت حكمة اللي موجودين في كردستان ومفاوضاتهم المستمرة مع الحكومة الاتحادية هي التي كانت تؤجل هذا الموضوع. أتصور اليوم لو وصلت حكومة الإقليم بمفاوضات سلسة وسهلة مع حكومة المركز ومن بعض الكتل السياسية ستكون المرحلة المقبلة أسهل بالنسبة للطرفين، بالنسبة للجانب الكردي الكردي والشيعي الشيعي والسني السني أيضا. المفاوضات اليوم مو صعبة، مو مسدود الطريق على الجميع، جميع الكتل تقول أن نحن متواصلين ومو متقاربين من بعض، فما أتصور أن هناك طريق مسدود بين المفاوضات، وأتصور أن اليوم ستنفتح المفاوضات على مصراعيها بعد قرار المحكمة الاتحادية على انتخاب رئيس الجمهورية اليوم اللي طعن به سيد باسل الشعب. شوف كل الأطراف اليوم ما حد اليوم متمسك بالسيد المالكي ولا أي طرف من الأطراف، ولا أيضا الجانب الشيعي متمسك بأي طرف من الأطراف، لكن المفاوضات يجب أن تكون على أساس كتل قوية حتى يكون سهولة قيادة المرحلة المقبلة. لأن المرحلة المقبلة أنت اليوم تشوف إحنا نمر بأزمة اقتصادية سابقة بالعشرين والواحد وعشرين، واليوم ما يحدث في العالم هذه كلها يؤثر على الوضع الداخلي داخل العراق، فيجب أن تكون كتلة قوية متماسكة حتى تقود المرحلة المقبلة. الأطراف ليس متمسكة بالمالكي ولا يوجد أي طرف، لكن الإطار التنسيقي يقول إحنا متمسكين ببعض، وأيضا الجانب التحالف الثلاثي أيضا يقول نحن متمسكين ببعض. يبقى أنه المفاوضات يجب أن تسير على هذا النحو، يجب أن الجميع يفتح صفحة جديدة ويبدأ بمفاوضات حقيقية، لأن البلد اليوم مهدد مو فقط الكتل ولا الأحزاب السياسية. يعني بتصوري شوف البارحة نفذ السيد العامري لقاءه أحد ممثلي السيد الصدر، لكن نحن أنا أحكي لك على الاجتماع اللي قبل أمس، وهذه عاجل لقناتك الكريمة. قبل أمس اجتمع الإطار التنسيقي وقال نحن نفتح صفحة جديدة مع الجميع، ونحن مستعدين للمفاوضات والمفاوضات الجدية مع الجميع دون حد. وأقرب من سيتحالف معه التيار الصدري في المرحلة المقبلة هم الفتح، وأتوقع أيضا دولة القانون اليوم ستذهب بدون السيد المالكي، سيكون السيد المالكي موجود لكن هو خارج المعادلة السياسية، وأتصور أن التحالف المقبل سيكون قريب الأطراف من بعض. أنا أتصور شوف مرشح اليوم السيد ريبار أحمد، لو اليوم المحكمة الاتحادية نفت أيضا فتح باب الترشيح ونفت ترشيح السيد ريبار أحمد للمرحلة المقبلة، ستكون هناك مشكلة بين التيار الصدري وبين الديمقراطي الكردستاني. لكن أتوقع أنه حكمة، شوف إحنا اليوم أكو ناس لديها قديمين بالسياسة ولديهم باع بالسياسة، ومن لديه باع بالسياسة هم الديمقراطي الكردستاني، وهم يعرفون يديرون الوضع جيد. ما أتوقع أنه السيد مسعود برزاني تحالف هذا التحالف، لكن أتوسع وسيدخل فيه الاتحاد الكردستاني وأيضا سيدخل فيه الإطار التنسيق، أتوقع في المرحلة المقبلة ليس بعيد. نحن من أول يوم كنا متقاربين بين الأطراف جميعها، وكنا نضغط باتجاه أن تكون هناك توافق بين الأطراف، أولا بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري والديمقراطي، التحالف الكردستاني والتحالف السيادة اللي هو التحالف السني، وباقي الكتل تذهب إلى المعارضة من بينها نحن. لكن كنا نضغط على هذا الموضوع لكي تخرج حكومة قوية. نحن بدورنا خلال هذه الأيام السابقة كان لدينا اتصالات بين الإطار والتيار لتقارب وجهات النظر، وأيضا بين الاتحاد الكردستاني والديمقراطي الكردستاني لتقريب وجهات النظر والخروج بمرشح واحد لرئيس الجمهورية. نحن قلنا من أول يوم سنذهب إلى ما تذهب إليه الأغلبية، نحن نريد أن يكون الوضع في البلد هادئ ويذهب الوضع إلى الهدوء، ونحتاج إلى رئيس جمهورية أيضا قوي، ونحتاج إلى رئيس وزراء. شوف أن الأغلبية دائما تكون مع الكتلة القوية. اليوم الفتح أعلن طرحها 133، لو ظلينا بالشد والجذب هذا ما راح ندخل لجلسة رئاسة. أهلا وسهلا بك.